الحكومة يكشف عن أسطول سياراته، ومثل أهدافه في الملعب يملك كريم بنزيما سيارات أسطورية على الطرقات. ولكن قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا مو مشترك في قناة سترايب ميدليست على اليوتيوب اشترك الآن وفعل زر التنبيهات ليصلك إشعار بكل جديدنا. والحين خلنا نبدأ بالفيديو. لنبدأ بواحدة من أسرع السيارات في العالم، بوغاتي شيرون، واحدة من أصل 500 سيارة في العالم، تصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتر في الساعة، يبدأ سعرها من 3 مليون دولار أمريكي. من الأسرع في العالم إلى الأكثر ندرة، بوغاتي فيرون 4 سانك، صنع منها 5 نسخ فقط في العالم، تتميز بلونين يعكسون الألمنيوم والكربون فايبر، ويقدر ثمنها الآن بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي. أما العلامة المفضلة عند الحكومة فهي فيراري الإيطالية. يملك كريم بنزيما أحد أفضل سيارات العلامة الإيطالية، أهمها سيارة السباق فيراري 488 بيستا، الصاروخ المستوحى من سيارات الفورمولا 1 والمزودة بمحرك V8 مزدوج التيربو بقوة 720 حصان، يبلغ ثمنها 500,000 دولار أمريكي. أما فيراري الثانية فهي جي تي سي 4 لوسو، تتمتع بمحرك V12 بقوة 681 حصان، وتنطلق من الصفر وصولا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 أجزاء من الثانية فقط، ويبلغ ثمنها 300,000 دولار أمريكي. كما يشتهر كريم بنزيما بحبه لسيارات مرسيدس أيضا، يمتلك عملاقة الأفرود مرسيدس G65 AMG، تتمتع بمحرك V12 بقوة 612 حصان، ويصل ثمنها إلى أكثر من 200,000 دولار أمريكي. وبينما يمتلك أيضا مرسيدس ميكلارن SLR اللي تعد معشوقة هواة جمع السيارات بسبب تاريخها العريق وتصميمها المميز، ويصل ثمن هذه السيارة المميزة والنادرة إلى 700,000 دولار أمريكي. وللقيادة اليومية يفضل الحكومة قيادة الأودي RS6 أفانت، تعد نسخة أودي هذه استثنائية من حيث الأداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتستغرق 3.6 أجزاء من الثانية فقط لانتقالها من السكون وصولا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. والحين خبرونا، أي سيارة شرسة تفضلون اقتناها من أسطول الشرس كريم بنزيما؟